والمقارنة الجهنمية بقى بتاعت الساينس في البرايم 5، والنهاردة نزل ساينس البني برايم 5، وهنعمل مقارنة سريعة ما بينه وما بين المعاصر، سعره قد ايه، ده في اسئلة اكتر من التاني، نشوف الدنيا فيها ايه كده، ونشوف كل كتاب فيهم فيه كام جزء. هنبدأ طبعا بالمعاصر وال نفتحه بس كده. المعاصر اولا معاه ادي 2 كراستين كده او 3 كراسات، تمام. الكراسة دي وفيها مش عارفة ايه كده، هشوفها من جوه. ثانية بس اصغر. اهو ده المعاصر من جوه اهوت. والمعاصر بادئ لي اول حاجه جاب الكونتنت وجايب لي مراجعات على اول لسن. اهو ده مراجعه على، انا كده وصلت لتاني، ثواني، لتاني درس او ثالث درس، ومراجعات على طول الاسئله اهو، ما فيهاش ريفيجن ولا اي حاجه، اسئله على طول اهو. ده من جوه اهوت، تمام. وجايب لي في موديل اكزام، ماشي، وجايب لي هنا فاينل اكزام، ما فيهاش اي حاجه. هي الكراسه دي كلها يعني اسئله، وهنا بروجكت تقريبا، ده شغل اللي هي المهنيه بتاعت الايه، اللي هي الامتحان بتاع المهنيه، يعني بتاع المهام الادائيه قصدي. طيب المين بوك، والمين بوك عندي اهو، وده المعاصر جاي من جوه. انا بضحي عشان بضحي بالام والاب. ده الكونتنت بتاعه هو ده الدرس الاولاني، هو اسمه جيت ستارتد، وده الدرس الاولاني اهو، وده المعاصر من جوه. طبعا المعاصر ورقه ممتازه جدا، خامه في منتهى الجمال. الكتاب طبعا ده الليسون، بعدين الاكسرسايز بتاعه هو، وفي مقارنات كمان طبعا، خامه نظيفه جدا، بس الكتاب كله انجليش ما فيهوش اي ترجمه خالص اهو. طبعا هجري اهو، تمام، كل درس وراه الاكسرسايز بتاعه. وفي الاخر اهو انا وصلت كده للدرس الخامس، والصخور، وبياخدوا حاجات فيها جيولوجيا، وده الحاجات اللي اتضافت جديده يا جماعه، اهي الدروس اللي اتضافت جديده بتاعت الجيولوجيا وطبقات الارض، الحاجات دي كنت باخدها في الكليه والله. اهو ده اخره خالص، وكل درس وراه اكسرسايز خاص بيه. الصفحتين اللي او دي الاثنين اللي بعد دول، واحده خاصه بالترجمه، جزء خاص بالترجمه علشان خاطر الفوكابلري اللي الامهات او الاطفال مش عارفين ان هم يعملوها اهوت، الصوبة الزراعيه وتسخين المياه والامطار الحمضيه اهو، والاحساس الحراري، ودي فيها زي المصطلحات مترجمه اهي. هنا مديني الجريت انسرز، دي مديني الجريت انسرز اهي، وكلها اجابات بس. طيب المعاصر ده كده انا خلصته، ماشي. هدخل في البني. البني طبعا هو المفروض نازل 3 اجزاء اهو، مكتوب عليه ان هو يصرف مجانا معاه فاينل ريفيجن. فاينل ريفيجن ده هو كامل، ده نازل كامل، مش زي الماس. الماس نازل 3 اجزاء اهو، ده الاكسرسايز قصدي المين بوك والفاينل ريفيجن، الاثنين نازلين، يعني الاثنين نازل، الكتاب نازل كامل اهو. انا هفتح من هنا، ده الكونتنت بتاعه هو طبعا. بني حسن من نفسه، الخامه بتاعته حلوه المره دي جدا، الخامه مش وحشه خالص. ده ليسون 1 طبعا اهو، الدرس وفيه ترجمه من تحته اهي، والدرس فيه ترجمه، والدرس فيه ترجمه، وجايب اكسرسايز اهو، وهو ليه طريقه مختلفه شويه ان هو مترجم لي تحت، يعني مدخل كتاب الترجمه اللي بينزل معاه جوه بقى ايه الكتاب، يعني مره واحده. ده الاكسرسايز بقى هو ده، الصفحتين اهو اكسرسايز. الدرس اللي بعده اهوت، ده الاكسرسايز اهو، وده شكل كتاب بني من جوه. طبعا الاسئله
يعني اكتر بكتير، حاسه ان الاسئله اكتر بكتير، وكتاب مترجم وجايب لي في كل في اخر كل درس فيه المفاهيم العلميه اهي. اهو الدرس اللي بعده مش عايزه اكتر، ودي الاسئله عليه اهو الاسئله تمارين اهو، برضو الدرس اللي بعده اهو الرئاسه والاكسرسايز الدرس اللي بعده بيجيب بقى في اخر اليونت، بيجمع في اخر اليونت. ها الدرس اللي بعده درس 4 وهنا جايب لي اكسرسايز لها ليسون 4 و5 و6 مجمع اهو، وجايب لي المصطلحات العلميه. قرب يا معلم اهو، جايب لي المصطلحات العلميه للدروس بعد كل يونت، جايب لي مجمع للمصطلحات. ماشي ماشي كده طبعا البني لغاية اهوت في الاخر، ماشي نفس الطريقه اهوت، مجمع المصطلحات اهوت لشابتر 4 و2 وفي الاخر بروجكت، وده برضو الحاجات بتاعه المهنيه اهوت. جايب لي في الاخر كمان جروسري اسفه، جايب لي جروسري، جايب لي قاموس في النهايه اهو. القاموس طبعا كذا صفحه فيها كل المصطلحات. طيب نيجي للفاينل ريفيجن. اهو يا جماعه الفاينل ريفيجن جايب لي اهوت ملخص لليونتس، ملخص لليونتس اهو شابتر 3 يونت 3 شابتر 3، وجايب لي ملخص لليونتات اهو، ملخص للدنيا شويه. وهنا ملاحظه ان كله انجليزي مفيش فيه ترجمه، المين بوك هو اللي فيه ترجمه اهو. فين الترجمه؟ سؤال واجابه، جايب لي اليونتات سؤال واجابه، سؤال واجابه، سؤال واجابه، سؤال واجابه اهو. وهنا المصطلحات المهمه والمقارنات المهمه، مقسمها لي ويجي بعدين جايب لي الاكسرسايز بقى على كل شابتر اهو، وبعدين في الاخر جايب لي موديل موديلز بقى عامه اهو، اسئله عامه تمام، واسئله اهو موديل اكزام يعني على البتاع كلها بقى، وفي الاخر جايب لي اجابات كمان. مش عايزه اكتر عليكم، انا كده قارنت ما بين اهوت هنا كل دي اجابات، انا كده قارنت ما بين الكتابين، ناقص بس ان انا اقول الاسعار. الكتاب وقع الكتاب وقع من ايدي، هات يا رامي شكرا. الكتاب هو الكتابين يا جماعه، ما حبيتش اكتر عليكم. الكتاب الساينس بتاع بني عامل 155 155، والمعاصر عامل 169 تمام. ده معاه اربع او هم اربعه يعني المعاصر اربع قطع، وهنا اتنين بس. شكرا.